سلام شباب، يلا وصلنا الهول. شفتوا هايدي؟ لازم ننزلها من هون، شغل الكهرباء. يو شو الظلمة هايدي؟ أعوذ بالله. نمشي هيك هيك هيك، ندور في الغرف هايدي، نقول نطفيه. معليه، فين علبة البنزين؟ إيه هايدي، خلاص أخدتوها، أخدتوها على طول. نصيحة، ارجعوا من نفس الطريق، ما عليكم من الباقي وليك. يلا مشينا هيك 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 هيك. الحين يطلع لك الطفلة تكريه، الطفلة الغسيس وليك، ما عليكم منه. هذه هاي إذا لو شفتوه اشردوا منه على طول، راح يقتلكم. لازم نشرد، لازم نشرد. والحين يا شباب نرجع ال نرجع ال اسمه، خلينا نشرد بس. يلا حرك رجولك وليك، حرك رجولك وليك. حياة وموت وليك، حياة وموت، حياة وموت، حياة وموت، حياة وموت، حياة وموت. متى راح تمسكني يا خسيس يا كلب؟ والله هذبحك بالشبراية وليك، جهد على روحك يا خسيس. خلاص رواح، خلاص. يلا شباب الحين نرجع نشغل الموتور اللي قلت لكم يبغى له بنزين عشان نورنا الكهرباء. يعني انا ليش قلت لكم هيك؟ لان قلت لكم ليه محتمل، يعني انا اصلكم وش المطلوب من التختيم يا شباب. بعدين انا جبتها وانا محقق وليك. يلا هادي شغلناها، خذوا الورقة هادي، كنت تجون فيها التجميع مدري هيك. يلا يلا، ما عليكم من الاصوات يا شباب، هذه اصوات اي كلام وليك، بس يعني نخوفكم هيك وهيك. طنشوها طنشوها، خليه يبلط بحره وليك. خذوا ورقة ثانية. يلا شوفوا يا شباب، في صورة في البيت هذا اللي كنتوا تجون تروفيات تجميع صور ومستندات وليك، بس انا معني ما جمعت شي ذات اللعبة، بس هيك هيك بس كذا هيك. يلا هيك 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 هيك. يلا المفتاح تلقوه هون، الحمد لله اللي انا هون. المفتاح يجي طبعا مكان عشوائي، يجيك هون ولا عند بيت الشجرة ولا عند هايدي، اقصد بهايدي هايدي هايدي المرجعة، هايدي الكفر هايدي. يلا الحين يا شباب نرجع نرجع، الشمس تبي تغرب، نرجع. ليش الرعب يبدأ بعدم بالليل؟ شرب هاد وليك، شرب الخسيس، شرب البايخ هذا وليك. يلا حرك رجولك، حرك رجولك. يلا الوقت 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 الوقت، يا ما عندنا وقت. يلا 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 يلا، يلا ما في وقت، ما في وقت، ما في وقت. الحركات هاي دي ما في وقت. يلا انا المحقق هوني، المحقق لوني. شوف كيف الامر، كيف شكله بايخ، شرفك تعبان وليك. يلا يلا نرجع نرجع. فين نروح؟ طبعا الحين ما اخذنا المفتاح، هناك زي الافل راح يرجعنا الطفل الكريه. لازم ننس بسرعة. يلا يلا يلا، حرك رجولك وليك، حرك رجولك، حرك رجولك، حرك رجولك. ما راح يمسكني، ما راح يمسكني، ما راح يمسكني، ما راح يمسكني الخسيس هذا وليك. لا 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 لا، ايه لا لا لا. خلاص وصلنا المفتاح، وصلنا الباب هذا، نفتحوه. خلاص وصلنا البنية هايدي. شو هذا الرعب وليك؟ باب مفتوح. شو هاد؟ شو الورقة هذه؟ والله ما في شيء. شو الخسيس هذا ولك؟ برضه ده هون؟ شو نساوي الهول؟ لا بس نجمع هذه هذه، وتعالوا كذا هوني، تضحكون على الطفل الغبي هاد. الحين يجيكم مع الباب زي الاهبل كذا. تعال يا كلب، شو تبي يا كلب؟ يعني انه ليك طردني؟ امشي يا
صك عليه الباب ولك رح مشوا لك. ما عليك ما عليك، امشوا امشوا يا شباب، امشوا امشوا امشوا. شايش المخلوق الغريب هذا ولك؟ يبي يقتلني؟ ما راح يقتلني الا بالمحلل الجريمه هاي دي وليك. عارف وش صار على طاوني يا شباب؟ انا اقول لكم وش صار على طاوني. طاوني هيدا الطفل اللي اختفى عند الشاطئ يوم اختفوا سلندرمان وليك، وصار اوب اوب يا اختفوا سلندرمان ذيك الساعة عيلته حزنت وقالت فشر وماتوا وانتحروا ما ادري صابون. وانا قلت راح حل القضية هايدي. وش صار للطفل؟ قلت لي طلع اختفوا سلندر مان ولا لا لا شو سويت شو سويت شو سويت؟ غلطت يا شباب، المفروض الف هيك. ما عمري عدت المرحلة هذه وليك. خلاص عرفنا عرفنا، يلا 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 يلا. لا يا شيخ ما ابغى عيده. افتح الباب ما تبغى يا كلب. خليني اشرد اشرد اشرد. لا 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 لا. زي ما قلت لكم هذا طاوني اللي اختفى على الشاطئ واختفى سيد دمار، وانا الحين مت بسبة القضية هايدي. لا انشروا الحقيقة يا شباب، لا تخلوا طعي يروح هدر. هذا وش ذو طولي ما طولي عسى مالك طولي البلية ديش. هذا مو في الكل ذو اللي نسوي لكل، خلنا نحط الفيلم ذو شوف وش ان شاء الله يكون كل طفشت من طوني ما طوني هوني هوني ما فهمت منه شيء. الله شعور من الورع ذو اللي هو هذا وش البنية شو وش تسوي؟ ويلي شو هيدي؟ انا خايفة اني قاعد ارسم هوني، انا خابلة ارسم سلندر مان وليكي. لازم اسكر الطاقة وليكي عشان ما يدخل سنيدر اللي انا احبه وليكي احبه موت. واك 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 خليني افك الطاقة. فك البعض هذا خسيس وليه سلندر مان لازم ما يدخل علي. انا احبك يا سلندر، دايما ارسمك على كتبي سلندر خليني اسكر الباب. انا ما احبك الحين، ما احبك يا اخي. يقطع حريشك يا اخي، خليني اسوق الطياقة هناكي هناكي هناكي. ما ابغي ما ما يا اخي خليني امسك هيدا البايبي وكسك الطياقة. اسوق هذاك البايبي لك. شو هاد؟ شو بده مني؟ شو بده؟ ما في طاقة هنا هي؟ الراديو هذا يغبني. ما في طاقة سكها يا اخي سايبني. ياي ما في شيء سكه فوقي، لازم نشوف هاي هنا حاجة سكة. ما في شيء سكه هوني ولا هوني ولا ماوني. ليش سك الباب؟ وش فيش هاي يا اخي؟ شرب هاي دي. سيدي انا احبك دايما ارسمك على كتبي وجسيم والغرفة كلها انت رسماتك ليك.
هذا الشيء اللي غني هذا خسيس هذا يليك. خلينا نروح الغرفة يمكن انتهت وليك. ما في شيء هون وليك. في حد ما سكيتها. شو المهمة ذي الخاصة يا أخي؟ في حد ما سكر لازم أصكه هوني. ما في شي سكو. إيه هالطاقة هذا الخسيسة ما خلتنا نسكه قبايلي. خلينا نسكه. سكيها! يه! شو هاد؟ فيش طاقة ثانية؟ شرب هاد؟ شرب هاد وليك؟ أنا خايفة. لا لا ما تمسكني ما تمسكني. خسرتي هوني. لا ما تمسكني ما تمسكني وليك. أبغى أعيش وليك. ما راح تمسكني. شرب هاد. وين اروح؟ لازم اروح غرفتي. سك الباب. لا تمسكني. هذا وشو قالوا؟ هالعالم ذي مش الافلام ذي الخايسة. انا مش علي واحد محقق وبنت اخبارها يطرد هذا والخسيس. ادري هذا اللي انا كنت اطرده قبل. انا وش ورطني انا وش حط وش خلاني اجي عند ولا العرب. يا رب يا رب انا وش ورطني خلاني امشي بس اوصل للبلية اللي فوق المحطة هذيك اللي محطة الإذاعة. أوه خلوني ما في طريق مني. لا سنتين يا خسيسين. واضحوا لنا الدرب الله ياخذكم. وين أروح الحين؟ وين وهذا وش الطريق؟ الحين الكاميرا ذي الخايسة ذي اللي ما تخليك تترك. طيب والمطلع ايه يمشي مني يا اخي حط خريطة يا اخي ايش ذا؟ لا طريق واضح ولا خريطة ولا شيء يا اخي. هالواحد ايش يسوي؟ انا مختمه كم مرة والله نعرف ايه حاطين رسالة هنا يا ضويش. انا مدري ويش يا شيخ انقلع عنا عشان مالك. انا ايش علي ممكن؟ انا همني نفسي الحين. بلشتين الله بلشتين بلشتين بس مطاردة كنت حب سلندر وبلشتنا بعد حب البلية الصلخة ذي. اعوذ بالله وش ذوي لو غلط بالطريقة المفروض هو هنيا. نعم اتذكر هنيا اتذكر هنيا ونمشي كذيا. يا ولد ضيعنا. دقيقة دقيقة وش الرعب ذا؟ لأنه مسيقة مسيقة تخوف. يا ولد انت وين وديتوني؟ يا الله